للحديث أكثر عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى للنازحين بمخيم ديبكا في أربيل، ينضم إلينا الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى عبر الهاتف من أربيل. مرحبا بك الدكتور ناصر الفهداوي. بداية، قدمتم في منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات للنازحين في مخيم ديبكا في أربيل، لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة. حياكم الله سيدي الكريم. حياكم الله. هذه الحملة جاءت ضمن سلسلة الحملات الإغاثية التي تقدمها أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين. هذه السلسلة شملت هذا المخيم، مخيم ديركا، الذي يقع في مثلث المحافظات الموصل وكركوك وكذلك أربيل، منطقة وسط، يعني ليس يعني يتبع أربيل لكنه يقع في منطقة بعيدة جدا بينها محافظات الثلاث، كذلك يكون بعيد عن متناول أيدي المنظمات الإغاثية والإنسانية. ولذلك آلت المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، آلت على نفسها بأن تقدم سلسلة حملات متواصلة لهذا المخيم. فكذلك هذا المخيم شهد زيادة ملحوظة في عدد العائلات النازحة الكريمة التي تم طردها قسريا من مخيمات الوند ومخيمات يحيى في كركوك، وكذلك مخيمات الشهامة في صلاح الدين والمخيمات الأخرى، مخيمات الموصل. لذلك لجأت إلى هذه المخيمات في هذه المنطقة وكذلك في منطقة الخازر. جاءت هذه الحملة لكي تلبي بعض الحاجات للعائلات النازحة الكريمة في مخيم ديركا جنوب غرب أربيل، وشملت هذه الحملة 600 عائلة كريمة نازحة في هذا المخيم. وهذا القسم، هذه الحملة تأتي في إطار العدد الحملات، وهي الحملة الثانية، ستطبع حملات كذلك في هذا المخيم ومخيمات أخرى في الخازر وكذلك في غيرها من المناطق في محافظات العراق. دكتور ناصر، أيضا يعني هل وصفت لنا يعني كيف وجدتم أوضاع النازحين في مخيم ديبكا للنازحين؟ حقيقة أوضاع النازحين يعني يعانون من إهمال الجهات الحكومية المسؤولة عن إغاثتهم وعن تلبية احتياجاتهم الضرورية خلال موسم الشتاء. لابد أن تضاعف الجهود من قبل الجهات الحكومية لكي تقدم لهم وقود التدفئة وقود الطبخ، وكذلك الاحتياجات الضرورية الأخرى من الملابس الشتوية وغيرها من الأغطية والأفرشة. هم حقيقة يعني تم تجهيزهم منذ السنوات السابقة، منذ أكثر من 5 سنوات أو 7 سنوات بأفرشة وأغطية، وتركوا على هذا الحال. ولذلك جاءت حملات منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، قدمت حملات لتجهيز الأغطية الشتوية في عمرية الفلوجة وفي مخيمات الزيبز وكذلك في كركوك وكذلك مناطق أخرى في الموصل. وهذا المخيم كذلك شهدت حملة بتجهيز العائلات بالمنح المالية لكي يقتنوا ما يحتاجون من خلال الاحتياجات الضرورية التي يريدونها من المستلزمات الطبية أو الملبس أو المأكل الذي يريدون أن يقتنوه. هل هناك خطط لاستهداف مخيمات ومخيمات مشابهة وخاصة نحن في فصل الشتاء؟ نعم، هنالك سلسلة الحملات التي تم مدارستها مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، ولذلك ستأتي بإذن الله الحملات القادمة من منظمة أم القرى وكذلك بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين لتقديم سلسلة من الحملات الإغاثية بمختلف المواد، من وقود التدفئة، من وقود الطبخ كذلك، وكذلك الأغطية الشتوية، وكذلك تقديم المنح المالية للعائلات الكريمة النازحة في المخيمات في معظم محافظات العراق. هنالك سلسلة حملات قادمة بإذن الله تشمل مخيمات أخرى في محافظات أخرى بإذن الله. شكرا لك دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.